والله الضمانات اللي تحصلت عليهم هما خلاص اللاعبين موجودين. واضح. بطبيعه ما نجمش تخدم مع لاعبين ماهمش خالصين. تم الخلاص ولا؟ هما الضمانات انه ان شاء الله اللي بلوتو بوسيبل باش يكونوا خالصين 100%. زاد كيف كيف فما معناتها لاعبين شوبان باش نكونوا معناتها بانتدابهم. مالوريزمون فما زوج لاعبين ما حبش النادي نتاعهم الاصلي يفرط فيهم. اللي هو اتحاد النقل بصفاقس. ولا اون شونج لو بيست، ما عندناش كان بيست هذاك، اون شونج لو بيست بيسكو ما فماش تواصل مع الطرفين. فوالا معناتها عندنا مشروع باش نلعبوا بالموجودين مع تدعيم فريق بلاعب واثنين، مع لاعب اجنبي توا لحد الان بالذات ما لقيتش لاعب اجنبي يكون موجود، معناتها اللاعب المناسب في المكان المناسب كما يقولوها، خاطر عندنا السيتياسيون تاع الفريق لازم يكون لاعب اجنبي يعطي الاضافه 100%. على المستوى الاداري مع شكون كانت تتواصل سي نوردين؟ والله المستوى الاداري توا الى حد فما تواصل مع سي ياسين بن طاهر بطبيعه، وفما الفيس بريزيدون سي شكري شيخ روح. سي شكري شيخ روح. واضح.